أنا رمزية سرحان، أصلي من جبل الزاوية من ريف إدلب. ولدت ب 69 بدمشق. تمام، نحن عائلة بتحب التعليم كتير، وبابا كان يشجعنا. نحن 10 بنات عند بابا. كنت أنا تقريبا من صف سادس، من الصف السادس للبكالوريا. أنا كنت بإدلب بعد ما أخذت البكالوريا يعني، وسجلت قانون دولي ببيروت، بس مثل ما قلت لك إنه يعني صعب كان إنه تابع. ابتعدت، صرت جو تاني، جو العيلة وجو الأم يعني. خلفت أولادي الأربعة من 94 لل 2000، كنت مخلفة الأربعة. فبس رغم كل هذا الشيء، فأنا عندي حافز إنه أنا دائما لازم إنه أكون عم في شيء ناقصني حاسة يعني. فبعد ما خلفت ابني الصغير مباشرة يعني بدون أي تردد، رجعت للجامعة، سجلت تعليم مفتوح قسم الإعلام. وطبعا كان شوي يمكن القرار غريب بالنسبة لمجتمعنا يعني، أو يمكن شوي في ناس بتفكر إنه القصة صعبة، إنه 4 أولاد والأربعة صغار. يعني تخيلي من 94 لل 2000، فأكيد كلهم صغار. بس الحمد لله تمام، بس كان جوزي عم يساعدني ويشجعني بصراحة. التعليم المفتوح هو تعليم خاص، كان دوامنا يوم جمعة أول شيء، بعدين صار جمعة وسبت، يعني أيام العطل. كنت أطلع للجامعة مثلاً، أترك أولادي بالبيت، طبعاً مقضية شغل البيت كله، فكنت لاقيها مثل نافذة يعني، نافذة لقلي إنه أطلع أغير جو وأدخل هذا الجو الحلو. بس بما إنه كنا طلاب أعلام فكان الوضع شوي مختلف. يعني أعطونا مساحة أول شيء، إنه مساحة حلوة كتير. بعدين كان لها خلفيات ما كتير منيحة لنا يعني. يعني مثلاً قالوا إنه أنتوا لكم مجلة حائط، فيكم تكتبوا فيها اللي بدكم إياه كطلاب أعلام، تعبروا عن رأيكم. فتعرض أكثر من شخص من الجروب عنا للاعتقال، واعتقلوا إلى شعر آخر بال 2002. بدأنا اشتغلت بموقع إلكتروني بس لفترة كتير صغيرة وما باسمي حتى، لأنه بصراحة بهداك الوقت صعب إنك تكوني بدك تعبري عن رأيك، أو كنتي تخافي من هيك قصص يعني، صعب تشتغلي بهي. بمجال الإعلام عنا بسوريا كان ضرب من الجنون يعني، إنك وبعدين أنا بعتقد أو لشخصيتي أنا لما بدي أحكي فما بقدر أكون واضحة، فبدي أعرض حالي لمواقف كتيرة أنا بغنى عنها. نحن كنساء سوريات كتير منستحق إنه نكون بمكان يكون كتير منيح، قدمنا كتير وعنا القدرة إنه نكون أفضل ونقدم أكتر، حتى لو شو ما صار وحتى لو ما وين وصلت البلد، يمكن تجي لحظة نحن اللي نرجع البلد.